لواحد من نجوم النادي الاهلي الكبار كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني. كابتن احمد تحياتي ليك. روق ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك، اخبارك يا كباتن؟ كله تمام؟ صحتك وحشني والله. الله يخليك يا احمد، ربنا يخليك. خليني اقول لك بقى، يعني اكيد يمكن فكره النهائي الافريقي يا كابتن احمد والمخزون التاريخي لدى اللاعبين المتواجدين، لان موجودين في بطولتين متتاليتين بالنسبه لهم وحصولهم عليها اكيد بيفرق كتير جدا في حالة الوصول لمرة الثالثة يا كابتن أحمد للنهائي، وبالتالي ده شيء مهم، ولكن برضو في حاجات أهم في المباراة القادمة، منها أكيد التركيز، تحديد الهدف، حاجات كتير. برضو من وجهة نظر كابتن أحمد، إيه اللي يعمله لعيبة النادي الأهلي في الفترة القادمة عشان إن شاء الله يوصلوا لتتويج بلقب البطولة إن شاء الله؟ والله يا فاروق، أنا زي ما أنت شايف الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كان فيه كمية إصابات بشكل كبير جدا. في اخر لقاءات، حتى اللقاءات اللي كانت موجوده الماتش الاخير بتاع نادي انبي، الاداء من النادي الاهلي ما كانش على نفس المستوى. بس شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي وخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي دي بتحسم اللقاء. يعني انا شايف فتره لازم يكون فيها تركيز بشكل كبير جدا عن اي فتره قبل كده، بالذات البطوله دي. احنا شايفينها فاروق، كل المؤشرات بتقول لك اللي انت فيه مشاكل. يعني انت شايف في توهان، نقول في بلغه الكوره، في الاتحاد الافريقي الكاف طبعا عندها مشاكل زي ما احنا شايفين، في تصريحات حرب كبيره جدا. عندك العنصر الثاني اللي هو الوداد، برضك عايز يجيب اللي يحرز البطوله، بقى له فتره ما خدش البطوله، فبرضك نفس الكلام. فانا شايفين الفتره دي النادي الاهلي لازم يقفل زي ما هو بيقفل على اللعيبه بتاعته وعلى التصريحات. النهارده مش عاجبني طبعا تصريح موسيماني خالص، او مش وقته، او التوقيت زي ما انت كنت بتقول عليه، مش وقته خالص. دلوقتي احنا بنبص على البطوله، الهدف الاول او الحلم اللي النادي الاهلي عايز يكون مستمر، او اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده عليه، اللي هو البطوله الافريقيه. وبعد كده تتكلم زي ما انت عايز، بعد كده تشرح كل الاسباب، او تتكلم او تذكر او تنقد الفتره اللي بعد كده. اما دلوقتي احنا اهم حاجه البطوله، لكن لازم نبص على البطوله. بالذات هتلاعب الماتش، انا شايف الماتش فاروق صعب جدا، ماتش مش سهل. الوداد فرقه كبيره، الوداد بقى عندها خبرات، عندها لعيبه مميزه، عندها جماهير بشكل كبير جدا، فالماتش مش هيبقى سهل، والماتش على ملعبهم. فلازم دلوقتي نقول، يعني لازم دلوقتي نركز 100%، ركز 300% يا فاروق. الماتش صعب جدا. نهائي يا كابتن، نهائي. ويمكن انا اللي بيخليني ببقى مطمن دايما في النهائيات بالنسبه للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي لما بيوصل لمباراه نهائي بيبقى صعب، صعب جدا انه يفرط في مباراه او بطوله زي كده. لكن طبعا انت في ظل الامور الخاصه اللي حصلت قبل المباراه النهائيه دي كانت التنظيميه، بيبقى في بعض القلق، وبالتالي القلق ده انا بتمنى ان اللعيبه ما يوصلهاش، والتركيز كمان يبقى اعلى. لو احنا بنتكلم قبل كده انت بتركز 200%، انا عايزك تركز 500%. انت خلي بالك يا فاروق، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي البطوله بتاعت النادي الاهلي، انت عارف النادي الاهلي ما بيخش في اي طرف، يعني في جميع النهائيات الحمد لله بيقدر يحرز اللقب بشكل صحيح. فاحنا بس عايزين نشوف الفتره اللي جايه دي، نشوف فيها تركيز اكتر. عندك عوده اللعيبه المصابه هتدي دفعه قويه جدا. عندك ديانج النهارده، انا مبسوط من الاخبار السوليه موجود، محمد فتحي رجع تاني، الدنيا موجوده. فشفنا حتى اكرم توفيق ابتدى يجري حوالين الملعب، ابتدى يخش في عمليه التاهيل. فدي كلها ميزات بتديها لك وقوه بتدي للعنصر اللي موجود في النادي الاهلي. بس احنا بنتكلم الفتره ديت لازم تركيز. انا ولا عايز، شايف انشغال الفتره اللي فاتت حتى من امبارح في السوشيال ميديا فاروق، في كلام تاني في التيكت والحجوزات والحاجات دي كلها. لا، احنا عايزين نوفر كل حاجه، وناخد مثلا مثل بسيط ده اللي حصلنا قبل كده. قعدنا نتكلم على الضجه الاعلاميه في ماتش مع منتخب في الجزائر، وحصل الموضوع حصل عكس. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. عايزين في تركيز، عايزين الناس كلها تركز. اللي عايز يعمل اي حاجه بعد كده يعملها في تحت مسمى النادي الاهلي او النادي الاهلي، زي ما بيقولوا شعار النادي الاهلي في الجميع. عايزين الدنيا تبقى هاديه، عايزين اللعيبه نوفر لها جو الهدوء، ولا عايزين تصريحات ولا عايزين اي حاجه. اهم حاجه دلوقتي الناس اللي كلها الموجوده، او جماهير النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، عايزه اللقب تحت اي مسمى من المسميات الموجوده. فعايزين بس نلتف حوالين الفرقه ومجلس الاداره والراجل. ان شاء الله وجود كابتن خطيب كرئيس للبعثه اكيد هيفرق كتير جدا مع اللعيبه. ودائما لما بيبقى موجود كابتن خطيب، يعني بيبقى وضع الفريق بيبقى مختلف حقيقي. كابتن خطيب طبعا رمز كبير، وكابتن خطيب لما يكون موجود في الاوقات الحاسمه بالذات بيبقى ثقه ومصدر ثقه وموجود، واللعيبه كلها بتقدر المسؤوليه. فان شاء الله نقدر نتمنى ان شاء الله الدنيا تبقى الاداء من اول دقيقه فاروق، تبقى تفتكر